كديري لاباس، كنتمنى تكونوا بخير. المهم دابا نهار الثاني الثالث عندنا في طنجة هنايا، ولقيتونا خارجين باش نبروفيتو في طنجة. غادي نمشيو ان شاء الله للمدينة القديمة، اول مرة انا غنمشي للمدينة القديمة هنايا. وصافي دابا راه نسيت واحد الحاجة في البيت، ومشى الزهير يجيبها لي. وصافي حنا بديت كتمشي، وهذا خبر محزن خالتي. انا هاد الحنة حبيتها ومشات دغيا، ما شبعتش منها. فراسك انا وياك اليوم تقريبا ماتشي ماتشي نفس الالوان. دابا وصلنا للمدينة، زوينة المدينة ديالهم. المهم صراحة ما كاينش بحال فاس في المدينة القديمة، حيت فاس هي اكبر مدينة وفيها بزاف ما يدار. وحتى هذه الله حنا في الدخله ديالها كتبان لي زوينه. انا صراحه ما كرهتش نلقى شي حاجه نشريها، كيعجبني اي مدينه نمشي لها ناخذ لي سوفينير. واخا ديجا شريت من طنجة، ولكن المهم راكم عارفين. ايوا صافي حنا كوكو البنات، دابا جينا لهاد الغيستورون هادي الشعبية باش نضربو الدجاج. شهيت انا الدجاج صراحة، البارح كلينا الحوت صافي بغينا اليوم الدجاج. جينا من راس المدينة، سميتو العياشي، العياشي عشان من راس المدينة. وحنا كنقلبو عليه كيقولو لنا راه زوين راه زوين، صافي جينا عليه. ماكلة نقية ديال الدار، يعني بحال داكشي ديال الدار. شنو هذا؟ كيحمق كيحمق كيحمق، ديما كناكلو كنلقاو حامض ولا شي حاجه. هذا حلو، ماما كتحكي ليا. كول الفريز، خصو يغسلو لنا. بدايا غسلو، هادشي شعبي زوين. كتجيب الديسير ديالك يغسلوه لك. داكشي يكون زويون وصافي. هاد السلطة هادي، هاد السلطة بداو بيها، بداو بيها مزيونة مبيهاش. بنات المهم كاين هنايا في خيط غنبداو بيه، هدا غي نتفلو بيه. هنايا داكشي ديال الدار، هنا كاين لا ريكول، كعاب، طاطا، زيتون، وعاد غادي يجيبو لنا الفريت. هاواي وكاين هنايا الحيمة بالفريت. المهم كاين الحيمة بالفريت. كوكو كوكو جينا لهاد الكافي هادي سميتها الحافة، مزيونة فيها كتطلع على البحر زوينة. على منظر زوين صراحة، منظر كيحمق هنايا. شوفوا عرفتي اصلا بلاصة ما تلقايهاش بالسيف، واحد الناس اللي يلاه ناضوا وجلسنا هنايا. كيجاك المنظر غزال؟ هاد الاجواء هادي غير ديال شنو تهين تهينا ملاوي ولا الحرشه. انا تهيت الحرشه بشكلات مع كاس اتاي، جبنه اتاي. ها هو انا قريبا سالي ديالي، وشفت ناس هنا كياكلوا ملاوي تهيتهم، وتهيت حتى الزريعه. الزريعه زوينه في هاد المنظر وهاد البلاصه هادي. درت واحد الفوندو طاوز عندك هرمانو.
ما زوينش بزاف. المهم خدينا هنا حريشه بالشوكولات شوكولا. خد حبيبي هاك كل كل هاك كلي بلاتي الله يهديك هاك ديري الشاب بعقل ديروا لها لقلب اللي راني نبغيها ومازال هي عمري. والبنات عرفتوا جينا للسينما وكنتفرجوا في واحد الفيلم زوين ديال رفيق بوبكر وسميت هذاك عزيز عزيز الحطاب. عرفتي كيحرمك وكيقتل بالضحك عرفتي يعجبني بزاف. دابا السيدة تهم واحد البنت دارت لهم الحشيش في الطوموبيل وتشد العين حرودة والعين البرجة وعينها سردون. وانا حاطة جيلتي هنايا شوية خرجني مرة ما خليت حتى شي قهوة خويا ما ديتهاش ليها وفين ما كان كنسو في شي بلاصة. ودابا خرجنا من السينما غادي نمشيو للأوتيل. عرفتي البرد 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 ديال بصح قبيلة ولا نرغب فيه نشدو تاكسي ولا ان درايف والو ما بغاش عفاك الله يخلي لي ليك قبيلة ولا ندعي ما بغاش يخلي ليش التاكسي عييت قال لك والو خصك تمشي وانا هي انا نهار كامل كنتمشى حرام عليك عرفتي شنو والله الا ما كنشدوش كاع ان درايف ولا التاكسي الا كانت شي بلاصه بعيده اما هكا والو ممنوع وانا عييت غنبكي. في الاخير نجحت انا وشدينا تاكسي ولكن بعد ما شحفنيني والله الا حتى تلفنا في الطريق وديك الشيء عاد واش الطاكس عاد قال لك واخا زيد. دابا انا طنجة كلها بالي غير مديني تمنية دعطار تمنية عرفتو مديني زوين بحيث ما كاينش فاس كيعجبنا نبروفيتي فاش كنمشيو مثلا طنجة. واختي ديجا فاش جينا للصيف اللي فات كانت كتحمق على مديني وكانت كتقلب عليه وصافي فاش خديت ربعة صراحة زهير مول الفكرة شكرا زهير قال لي خدي اختك ربعة تخرجنا من المحل وقلت له صافي دابا نعطيها انا مثلا جوج هي جوج ولا شي حاجة ايوا صافي في الاخر رجعنا وخدينا ربعة ربعة غادي نعطيها لختي ان شاء الله الى تلاقيتها وغادي نبقى نجمع ليها هكا حوايج اي حاجه شريتها نشريها لها ان شاء الله يا ربي. المهم حنا كاينين تقريبا كلشي بحال بحال كاين غير جوج اللي مبدلين. المهم راه باينين انت عارف ديالي ياك ايوا صافي هادشي اللي كاين مديني زوين زوين مديني ريحتهم زوينه بزاف هذا عساني ديال باش تسال تبدلي وصافي جيت لهاد لا شومبر بدلت حوايجي درت التليفون يشارج شويه راه دابا شي 15% ما كملاش غادي نخرجوا باش نتعشاو ومع ما غنتعشاو مع ضيف الحلقه ان شاء الله غادي نتعشاو مع فاتي ويوسف ان شاء الله. عيطوا لنا في الصباح وقالوا لي جيتي لطنجه ما قلتيها لناش صراحه انا ما كاينش ملي نمشي لشي مدينه نبرز شي واحد ونقول له الو فينك انا هنا اجي عندي وداكشي كامل كيعجبني نجي للمدينه نقد بها ولا لا صافي هادشي اللي كاين حتى سمعونا هما في طنجة وعاد صوناو لينا وقالوا لنا باش نتلاقاو وصافي غادي نتلاقاو اول مره يتلاقى معنا زهير هادشي اللي كاين دلامور دلاجوار اون ايكري سور لو مور لو نون دو سي كون ايم زهير زهير يلا سلام. كوكو فاتي زيونات لاباس لاباس ولا اللي يفرى مرحبا بك شكرا حبيبه هذا كون علمتيني انا على بكري كنت ناوي نعمل لك حفله قد الصح ملي تطبق المراكشيه لانك انت العروسه ديالنا العروسه يفرى الغزاله انت لستي زهير مرحبا بك والله يكمل عليك بخير صراحه والله الا فرحانه انني شفتك قسما بالله الا اختي الصغيره شفتها شكرا سلام السلام يسرى والسلام زهير. انا دابا غادي شو غادي نفقس المتابعين
اللي هما ضد يسرى اللي باغيين يقلبوا على زهير في النور. المهم مرحبا بكم عندنا، الله يكمل عليكم بخير. كان شرف لينا جيتوا عندنا من طنجة. شكرا. مرحبا بيسرى ومرحبا بزهير ومرحبا بالمتابعين اللي كيبغيو يسرى وكيبغيو زهير. اش غادي نقول لك، والله الا نهار كبير هذا، ولكن هذا كنسلم واحد حاجه غادي تخلصوا الحق. جيتوا وما علمتيناش ملي كنتي جايه. حنا المهم هي دازت المره اللي جايه غادي تخلصوا الحق ان شاء الله. مرحبا بكم معنا. شكرا. بسم الله. المهم دابا تعشى وياك ونولي طبوزات انا وياك يا يسرى. ديجا ماشي عاد نولي ديجا. المهم كيضربني بالبرد. برسي شويه بحال الانسان ما كيبروفيتاش مزيان، ولكن كما كان الحال الاجواء كتبقى زوينه هنا في طنجه. كندوزو ايام زوينه صراحه، ايام غزاله الحمد لله عليها. البرد جاني دابا غادي نوريكم الكادو ديال فاتي. شكرا فاتي. المهم نوريكم الكادو. صباح الخير. السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ صباح الخير، صباح النور عليكم. دابا لقيتونا نهار ما عرفتش الصراحه، بقيت كنحسب في النهارات. المهم جينا من نهار اثنين، دابا اليوم الخميس، كنا غادي نمشيو اليوم نورمالمون، ولكن بقيت كنرغبو كنقول له عافاك مازال ما سخيتش. داك اليومين الاولى دوزناها تقريبا غير نعاس، كنجيو كنعسو ما بروفيتيناش مزيان. البارحه تخرجنا شويه، واليوم عاوتاني بغينا هذا النهار التالي عندنا، بغينا هذا النهار ندوزوه يكون زوين، وان شاء الله غادي نخرجوا وغادي نحتفلوا بواحد الحاجه زوينه. غادي نحتفل ب 300,000 ابوني. شكرا بزاف لكم البنات، لاي واحد دخل عندي واشترك معايا في القناه ديالي شكرا بزاف بزاف بزاف. يعني 300,000 من بعد ربع سنين ماشي سهله. دابا حنا درنا ربع سنين ونص تقريبا، ماشي تقريبا بالضبط، عندنا ربع سنين ونص وانا معاكم هنايا في اليوتيوب. بصراحه ماشي سهله، راه ملي كانت في عمري 14 عام وانا معاكم، ودابا قربت نكمل 19 عام. هذا الشهر ان شاء الله راه عيد ميلادي، راكم عارفين. كيضحك. غادي تجيب لي الكادو؟ اين كادو تجيب لي؟ شي كادو زوين. المهم انا كنتسنى الكادو ديال زهير، غادي نوريه لكم ديال لانيفيرسير ديالي، يكون شي حاجه زوينه يا ربي، جيب لي شي حاجه زوين. حيت هذا اول انيفيرسير غادي يكون معاه ان شاء الله، وعاوتاني موراها مباشره غادي نكونوا نكملوا عام ديال الزواج، حيت حنا تزوجنا 8 شهر 6 ومازال عقلي على داك النهار سبحان الله العظيم. وشاركتو معاكم وشاركت معاكم كيفاش كانت الاجواء، والناس كلشي كان مؤثر مع داك القضيه هذيك، ولكن الحمد لله سبحان الله العظيم ما كملت حتى العام وانا دابا فرحانه بهاد الزواج هذا، ويا ربي تيسر لنا الامور وتكمل علينا بالخير ان شاء الله يا ربي. وانا صراحه الداخلاني ديالي فرحان فرحان الحمد لله يا ربي، دوم علينا ساعه وصافي. المهم البارح كيف ما شفتوا معايا رحنا تلاقينا مع سميتها فاطمة الزهراء وفاتي ومحمد امير تبارك الله ما شاء الله، الله يخلي لهم داك الوليد ما شاء الله عليه ما شاء الله ما شاء الله. عرفتي كنخاف نعينه والله العظيم، انا من النوع اللي كنشوف شي حاجه مزيونه كنبقى خايفه لنقوص عليها. يا رب تحفظوا لهم من شر الخلق وتحفظوا لهم من عينة البشر وتنجيه لهم. هذا ما كان. المهم فاش تلاقينا دوزنا واحد العشاء زوين، شكرا لهم بعدا على العراضة اللي عرضونا البارح، شكرا على العشاء، شكرا على كل شيء، على الهضرة الزوينة، على حسن التعامل. صراحة كبروا بنا، شكرا لهم فوق ما كيسمعونا هكا في طنجة، ولا ضروري كنتلاقاو بهم. وبالنسبة لفاطمة الزهراء عطتني واحد الكادو اللي انا حليته، كنت غادي نصوروا لكم في الطوموبيل ولكن طفل التليفون وصافي. هذه جات المناسبة انا اللي نوري لكم الكادو ديال فاطمة الزهراء، هو هذا. انا حليت لومبالاج تبارك الله عليا، هذا هو الكادو. و
راكم عارفين عطاتني بارفان زوين صراحه، انا حبيته، ريحته قاصحه شويه ولكن حبيتها. اليوم غادي ندير هاد البارفان، درتو ديجا في بيجاما ولكن فاش غنلبس حوايجي الخروج غادي ندير هاد البارفان هذا اللي زوين. شكرا شكرا فاطمه الزهراء وشكرا يوسف على الهديه ديال العروس. شنو نقولوا لها دابا، حيت هذه هديه بمناسبه العرس، راكم عارفين شنو كانوا هاد الايام. شكرا بزاف على هاد الهديه الزوينه اللي خطيكم، والله يكبر بكم والله يكبر باي واحد كبر بيا، ولو غير بكلمه زوينه في لي كومونتير، وكنقدر اي حاجه وكنقدر حبكم ليا. شكرا زعما هاد الايام بسببكم كندوزها زوينه بحبكم ليا صراحه. انا كنحاول نشوف غير لي كومونتير زوينين، نشوف غير اي حاجه غتخليني زوينه وتخليني فرحانه والحمد لله. المهم بالنسبه لهاد البارفان ديجا كنت خديت مديني، قال لي زهير زهرك غير في لي بارفان هاد فهاد طنجه. وبصح شوفوا خديت مديني بزاف وجاني هاد البارفان هذا، ما خديتش الحوايج كاع حيت ما درناش هكا شي دوران ديال الحوايج، ولا مشينا للمول ولا شي حاجه. صراحه ما مشيناش للمول وباغا نمشي للمول. المهم اليوم نحاولوا نبروفيتو. شوفوا هنايا وجهي عامر الصهد، وفاش غنخرجوا في الليل غيجيني الموت البرد، حيت ما جبناش جواكت وما جبناش الحوايج هكا مزيان كبابط ولا شي حاجه. انا بعدا كيجيني الموت البرد، هنايا راه ديجا ضربني البرد بزاف لظهري، كنحس بظهري بعض المرات راه كنوقف كنعواج سورتو البارح، داكشي بوحدو في الظهر. وصافي هادشي اللي كاين البنات، وشكرا بزاف على التتبع ديالكم، وما تنساوش نكملوا ان شاء الله 300,000 اليوم باش غادي نديروا عليها فيديو ناضي ان شاء الله. يلا البنات بسلام عليكم ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.